فضيلة الشيخ، بالنسبة للوداع للمرأة الحائض في آخر الحج، هل عليها وداع إذا جاءتها الدورة؟ المرأة الحائض ليس عليها وداع، يسقط عنها طواف الوداع. قال صلى الله عليه وسلم، قال الراوي بن عباس: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد صفية بعد الحج، قالوا: إنها حائض. قال: أحبستنا هي؟ قالوا: لا، إنها قد طافت، يعني طواف الإفاضة قبل أن يأتيها الحيض. قال: فانفري إذن، يعني سافري. نعم.